فعطيتكم الطريقة شلون بدي أحدد أنا جروب، يعني شايفين هذا البيريوديك تابلو، قالوا لنا لحتى أنا من وقت ليش أعطيتكم شيء اسمه بيريود وجروب، لحتى تسهل عليكم طريقة الحصول على هذا الإليمنت اللي هو ممكن يكون واحد من هدول الإليمنت الموجودين وين في البيريوديك تابلو. شلون بدي احدد انا جروب؟ قالوا لنا البي ما اختصاصنا ابدا كطلاب كمان، ما هو مطلوب مننا، المطلوب مننا نحدد بالنسبه ل تمام جروب، وبعرف بقدر احدد انا هو موجود بانا بيريود وبانا جروب بالضبط، واحد اثنين ثلاثه الى اخره. طيب شلون بدي اقدر احدد؟ قالوا لنا اول شغله بدنا نعملها بنطلع هاي الاليمنت اللي عندي، تمام كم الكترون فيه؟ ما بيهمني بالضبط كم الكترون، بيهمني اطلع على شغلتين. اول وحده انا تعب بعرف انه في عندي شيء اسمه تشيك يور ديك وفي عندي كاتمان، صرتوا تميزوا هاي صارت سهله عليكم بتوقع. طبعا بنعرف انه بقلب التشيك يور ديك موجود بروتون ونيوترون، الكاتمان عم بيدور فيهم الكترونات، فقالوا لنا مثلا الكاتمان الاول بيكون فيه الكترونين، كاتمان الثاني 8 تمام، وبعدين لنفرض كان في عندي الكترون واحد. هلا هذا الشكل اللي شايفينه قدامكم، اذا قلت لكم يا طلاب حددوا لي بأينا جروب، وين بتروح عقلكم فورا؟ بتروحوا بتطلعوا لي اخر كاتمان كم الكترون عندي؟ واحد، معناتها بتقولوا واحد تمام. طيب اذا طلبوا منكم البيريود شلون بدكم تحددوا؟ بتطلعوا كم كاتمان عندي؟ كاتمان 2 3، فالعنصر موجود بالتشنجو بيريود بير اجروبو، تمام؟ يعني ايش معنات بالاتشنجو بيريود؟ بالسطر الثالث، بالسطر الثالث، لكن بقينا جروب واحد. ما تستعجلوا وما تاكلوا هم، رح ارجع اعيده مره ومرتين وثلاثه. نجدت انت اللي دخلت هلا؟ نجدت؟ استاذ هو حكى فتحت نعم استاذ، تمام لاني بعثت مرتين ثلاثه على المجموعه وما رديت عليه، لذلك اول شيء تاخرت بالقبول. اوكي نجدت يلا تمام. انا ما عرفت شلون الاقي بريوت. عم بقول كنت انه عدد الكاتمان عديتهم هون طلعوا ثلاثه، بيحدد لي ايش؟ بيحدد لي البيريوت يعني بقينا سطر. فلنفرض مثلا هون مثلا ايش ظاهر عندي؟ عندي البوتاسيوم تمام، هذا الظاهر عندي كم الكترون فيه؟ مكتوب 19 على جنب اذا منتبهين، مكتوب هون رقم 19 هو نفس رقم الالكترون تمام، الالكترون سايس يعني الاتوم نمرس، ان الرقم اتوم نمرس الكترون سايس نفس المعنى، يعني العدد الذري الاتوم نمرس هو نفسه الالكترون سايس. طيب جينا نوزع هذول الالكترونات، اول شيء في عندي تشيكر ديك تمام، عندي بيرنجي كاتمان بيسع الكترونين، اكينجي كاتمان بيسع كم واحد؟ هنين كلهم 19 عم بيقولوا لنا تمام، بيسع 8 برافو، ما بيسع اكثر من 8. هاي القاعده ليش؟ احفظوها انتم هلا بصم، بكره بس تتعلموا شكل الاوربيتال شلون بيكون، او بنسميه اوربيتال او يورنجي او كاتمان، نفس المبدا يورنجي كاتمان. انت نعم، طب ليش ما عدتي ليش هون؟ ما سمعت ليش اشو هاي اللي اشرت عليها، ليش ما عديتيها؟ ما عديتي هاي الانسر، هاي اللي هون، هاي اسمها تشيكير ديك، ما بتنعد هاي، ما هي كاتمان الدائره الاصغر شيء، هاي تشيكير ديك. طب فيها كمان الكترون؟ ما فيها الكترون، لا ما فيها الكترون، هاي فيها بروتون ونيترون، هاي ما تعدوها. لا يرسم مو دائره، نص الدائره مشان ما نتخربط. هذا هاي اول دائره هي موجوده، انتم شايفين غير هيك؟ هاي اول كاتمان وهذا الثاني وهذا الثالث، في غير ثلاثه؟ هاي هون عبارة عن تشيكير ديك الموجود فيها البروتون والنيترون. أنا بدي الكاتمان، هذا المدار اللي عم بيدور فيه الإلكترونات. طيب خلونا بهذا المثال، هذا البوتاسيوم اللي عم نحكي عنه تمام، عندي 19 إلكترون مذكور عندكم، قلت لكم أول كاتمان بتسع لاثنين، ثاني كاتمان بسع لثمانية ما بيسع أكثر،
طيب كم الكترون ضل عندي معناها؟ 9. تمام 9. اللي بعده بايش بيسعلي؟ 8. 10. ايش قد بضل عندي؟ 1. ممتاز. فبما انه اخر اخر طبقه كم الكترون فيها اخر وحده؟ 1. فبتقولوا لي موجود بانا جروب بير ا جروب ايش واحد واحد بس واحد واحد بس انا ملاك يلا ملاك هذا هو موجود لانه اخر كمان له واحد برافو فبتقولوا لي بالواحد اه طيب لو كان اثنين بتقولوا اثنين اه لو زايد عندي الكترونين اثنين اه لو ثلاثه ثلاثه اه فمعناها مستنتج نتيجه اللي هي انه عندي كل ما زاد عدد الالكترونات الموجودين باخر طبقه بيزيد عندي رقم الجروب تمام يعني بدل لي على رقم الجروب البيريود من وين بجيبه عدد الطبقات بحد ذاته كم طبقه عندي 2 3 4 نفس الشيء مذكور هون فمثلا عم بيقولوا لكم هون ايش عم بيقولوا بس يعني دائما بكون شو حسبته من شوية هدول انه 9 1 هيك ما مطلوب منكم انتم هيك بهالتفاصيل انت المطلوب منك هن بيحددوا لك بالامتحان بيقولوا لك سونيورينج سيندكي مثلا الكترون سايس اكي هانجي جروب طابولو نور بو اليمنت بتقول لهم اكي اه اتش اتش اه دور دور اه هذا المطلوب منك طيب بالنسبه للبيريود بونا غوري نفسه ايه مضر بس هدول نقط في نقطه ونقطتين هدول شو نقطه ونقطتين وين هدول هدول عناصر إضافية زادوها للجدول الدوري تابعين للبيريوديك تابلو تابعين للبي جروبو تمام؟ ايش بقولون هدول؟ ما مطلوبين منكم هدول إضافيات لأنه لو ضافوهم بالجدول الدوري رح يكون شكله كتير مخربط فإيش عملوا؟ ضافوهم سطرين إضافيين لكن لمين تابعين؟ للبي تمام؟ عناصر البي هن عبارة عن معادن الله يعافيك هدول ما مطلوبين منكم ابدا حتى الاكبر منكم ما بيطلبون بس بيطلبون بالصفوف الجايه انه بس تعرفوا عليهم تعرف مو اكثر من هيك انه هدول اضافيين للبيت طيب رح اكمل حكينا بالنسبه لتحديد الجروب رقم الجروب صرنا نعرف انه هو عدد الالكترونات بالطبقه الاخيره يعني انسون كاتمانداكي الكترون سايس بيعطيني الجروب سايس تمام طيب بناجورين نوترهال دكي بير اليمنت أتومونون إلكترون دالموندكي كاتمان سايس ركزوا معي بطلع أنا الكاتمان سايس تشقد يعني كم طبقة عندي أنا أو إلمنتينم بيريود نمرة الصنة فرير يعني بيعطيني إشو معناته عدد الكاتمان إذا قالوا لكم هاي الأتوم أو هاد الإلمنت عنده أربع كاتمانات أربع طبقات بتقولوا موجود بالدردنجي بيريود خمسة خمسة ثلاثة ثلاثة هاللي هو يعني بالسطر الرابع لنفرض انا المثال اعطيتكم اياه 2 فمثلا العنصر انا عم بحكي عنه موجود بال2 ا 4 السطر الرابع يعني بال2 ا السطر الرابع هي 2 ا هذا السهم صح هو موجود بهذا الجروب 2 ا وين هنا سطر السطر الرابع تمام سون كاتماندكي الكترون سايس سون كاتماندكي الكترون سايس هذول عم بحكي عنهم كنت من شوي ايش بيعطوني الجروب سايس تمام جروب نمرة صنة فيرير طبعا عم بيقولوا لكم انه الالكترونات الموجودين باخر كاتمان الى اسم علمي هو الديرليك الكترون ديرليك الكترون هاي اللي شايفينها هون ايش هو الديرليك الكترون هن المصطلحات شوي كبيره على عمركم هن اصلا الالكترونات التكافؤيه يعني هذا الاليمنت اللي عندي يا انا لحتى يتفاعل مع اليمنت ثاني في عندي شيء اسمه بيهمني اكثر شيء الالكترونات الموجوده باخر طبقه لانه عن طريقها عم بيصير تفاعل فيا اما عم تشترك مع الكترونات اتوم ثانيه يا اما عم تاخذ وبتعطي تاخذ الكترون او بتعطي الكترون تمام فبيهمني اخر طبقه ايش قد فيها الكترونات هدول المهمين ايش بسميهم دايرليك الكترون سايس بيعطيني اياه تمام من هذا الرقم او دايرليك الكترون سايس ايش قد عدده بيعطيني ايشو الجروب دمرس لقينا جروب موجود أسهل هو دائماً أصح طب ماشي عرفنا للجروب بس طب شو بدنا نعرف هالفيريو
البيريود عدد الكاتمانات. هلا كنت عم بحكي نفس الحكي. الكاتمان سايزه كم كاتمان؟ كم طبقه عندي بهي الرسمه؟ كم طبقه؟ ثلاثه. فبتقولوا لي بقينا بيريود بالاتشنجي بيريود، تمام؟ تنتين تنتين، اربعه اربعه. فاي كم كاتمان كم طبقه بيعطيكي رقم البيريود نمرس. بظن ما حدا عنده سؤال بعد هلا، شرحت الفقره فقره وطولت كثير كمان. حدا عنده شيء سؤال؟ اشرح نعمل جلسه ثالثه. ما بعرف هلا، خلونا نكمل الجلسه الثانيه، بتوقع ما نحتاج. بس اعطينا وظيفه على على دول الامثله. اكيد 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 رح تتمكنوا منها. بس انا ما خبت. ايش اللي ما فهمتي؟ بس شلون بدنا نطلع؟ ما بعرف شلون بدك تطلع. ايش انا ما بدي تعرفي لي غير موجود بانا بيريوت وبانا جروب. بدي اياكي تعرفي لي بانا بيريوت وبانا جروب. شلون بتحددي لي انا بيريوت وانا جروب؟ عن طريق ايش؟ قلت لك عن طريق الالكترون ديزيليمي، يعني توزيع الالكترونات. اذا قالوا لك بالامتحان انا وزعت الالكترونات، كانوا الالكترون باخر طبقه بالصون كاتمان عندي اياها لنفرض ثلاث الكترونات، يعني بالصون كاتمان او هاي الفقره هاي شايفينها الاخيره بتلخص لي كل هاي الفقره الطويله اللي هي ايش عم بيحكوا بهاي الفقره؟ عم بيقولوا الكاتمان سايس بيعطيني بيريود نمرس مثل هاي الرسمه. كم طبقة عندي؟ عندي ثلاث طبقات. فبتقولوا لي هو بالاتشنجي بيريود بالسطر الثالث، تمام؟ اتشنجي بيريود. طيب شلون بدنا نعرف بالواحد اه ولا اثنين اه ولا ثلاثه اه؟ عن طريق ايش؟ دايرليك الكترون. ايش هو الدايرليك الكترون سايس؟ هن الالكترونات الموجودين بالدش كاتمان او صون كاتمان، الطبقه الخارجيه، الطبقه الاخيره. انا مو الالكترونات موزعين عندي هيك، تمام؟ وزعت اول طبقه والثانيه والثالثه بالاخير، انا بيهمني بس اخر طبقه بطلع عليها في عندي الكترون واحد، معناتها موجوده بالواحد اه، بما انه الكترون واحد. طيب رح اعطيكم امثله تسهيليه. استاذ بتقدر انت تمسح ال لانه هذا كتبته كنت وقت اللي فاتحه من الايباد. انسى امسحه كله. بس هلا ممكن سؤال انسى هون بالملخص كاتبين هيليوم اليمنتي خارج، بس ليش الهيليوم ما بنحسبه على هي الطريقه؟ الهيليوم لانه اثنين باول. بتعرفي ليش؟ لانه عنده بس الكترونين الهيليوم. طلع رقم الهيليوم، هو موجود بس باول. بعد اذنك استاذه بتنزلنا بس الصفحه شوي. لحظه انسى بس لامسح هذا. استاذ في سله توصل تكبسها بمسح كل شيء. الهيليوم يا ملك عندي انا ما بدي، لانه ناسي عم تكتب شيء جديد، لهيك ما بدي امسح كل شيء. تمام. عندي الهيليوم عنده الكترونين، خلينا نوزعهم لهدول الكترونين. لوين انزل انسي هلا؟ بس الكل هذا الرسمه هي كلها تطلع من بعد. يعني تمام هيك؟ اي تمام استاذ اسلام. شوفوا شباب طلاب، هون مكتوب عندي الهيليوم، هذا هو الهيليوم رمزه هي اي، تمام؟ هي اي. هذا الهيليوم عنده الكترونين، جينا نوزعهم. اول شيء هي تشيكر ديك، انسوا تشيكر ديك، انا ما بيهمني، بدي بيهمني الالكترونات وين موجودين وكم كاتمان عندي. الالكترونين انا اول طبقه ايش قدرت لكم؟ تسع؟ تسع الكترونين صح؟ تسع اثنين، والثاني تسع اثنين. جبت لكم يا نبيل يا اي حدا منكم حددوا لي، بما انه الكترونين انا الجروب انا بحط هاي هذا العنصر وهذا الاليمنت. اثنين اثنين اه، بس وين موجود؟ بأول هنا اه. فمعناتها القاعده بتنطبق على كل، ايوه بتنطبق على كل الاليمنتلار باستثناء ايش؟ الهيليوم. الهيليوم لاحظوا من صفاته بيشبه الصوي غازلار الموجودين بهي المجموعه اللي هي 8 اه، تمام؟ هدول بنسميهم صوي غازلار، رح ندرسهم بعد شوي. ايش هن الصوي غازلار؟ هن الغازات الخامله، تمام؟ فالهيليوم بصفاته بيشبههم، لهيك ما قدروا يحطوه، لازم يكون موجود هون. ليش؟ لانه 2 اه، لانه كم الكترون عندي؟ عندي 2، بما انه 2 الكترونات موجود بالطبقه السطحيه باخر طبقه بالصون كاتمان، فبتقولوا لي موجود ب 2 اه حسب قاعدتكم اللي تعلمتوها انتم هلا اعطيتكم اياها. اذا قلت لكم موجود بانا بيريود بانا سطر، كم كاتمان عندي؟ واحد. تقولوا لي بالبرنجي واحد اكثر وبالسطر الاول، صح ولا لا؟ صح. احنا استاذنا قالنا كمل انت. ايوه ايش سؤالكم؟ أصحيح أستاذنا قالنا
انه بالاتوم انه مثلا اخر كاتمان عدد الالكترونات اذا بكون يعني انه مليان على الاخير يعني بكون هو من سوي جازلر. تماما هن هلا رح ناخذ صفاتهم. السوي جازلر هن الغازات الخامله اللي عندهم اخر كاتمان مليان للاخير يعني لا بحاجه يخسر ولا بده يكسب زياده، تمام مكتفي بحاله، لهيك موجود بالطبيعه بشكل ذرات لحاله مستقر لانه ما بحاجه ابدا لا يخسر ولا يكسب الكترونات. مثل الهيليوم، الهيليوم ذاتا اول كاتمان ما بيصغر لاثنين فما بيسع اكثر، لا بيحتاج ياخذ ولا يعطي، لهيك شبهوه بالصوي جازار وصفاته كمان تشبه الصوي جازار، لهيك حطوا لي اياه بالثمانيه. طيب معناها هي بالنسبه للحاله الشاذه اللي هي الهيليوم. طيب رح ناخذ مثال ثاني هذا، تمام خلينا نشوف هذا العنصر. طيب جينا على البور، يعني الهيليوم ناقصين الهيليوم بس هذا ما بتقدري تحددي انه هو باثنين غلط، هو بثمانيه تمام، هو بثمانيه ماله اثنين ليش؟ لانه بيشبه الصوي جازلر، باقي العناصر كلها بتطبقي عليها القاعده نفسها، بس احفظوا لي الهيليوم، بس الهيليوم موجود بالثمانيه برينجي بيريود. طيب تعالوا نحل البور، البور قالوا لنا عندي فيه خمس الكترونات، جيتوا توزعوا لي اياهم لنفرض هي اول شيء تشيك يور ديك، تمام؟ انسوا تشيك يور ديك، حطيتوا لي اول كاتمان وثاني كاتمان، لنشوف بدي اكثر تتسع لاكثر او بحاجه لنكبر الكاتمانات اكثر او لا، رح نشوف. اول كاتمان كم الكترون بيسع؟ اثنين. برافو. ثاني كاتمان اصلا سكروا المايك انا بحكي لانه كثير صار انت ملاك الجرار تفتح ميكروفون وتعمل شغل حتى يصير الصوت خلص. هلا انا راح احكي، اذا عندكم سؤال تحكوا بعد ما اشرح. عندي الكترونين قلتوا لي باول كاتمان، برافو. جينا على ثاني كاتمان كم الكترون ضل عندي من الخمسه؟ ضلوا ثلاثه. واحد اثنين ثلاثة، ضل شيء الكترونات؟ لا، أموري تمام وزعتهم. طيب أنا بعد ما وزعتهم بدي تحددوا لي الجروب طبعا أنا مبين عندي بأنا جروب بهي الرسمة، بس أنا ما بدي بالرسمة، أنا بدي هون تقولوا لي أول شيء دش كاتمان أو صون كاتمان كم الكترون فيه؟ واحد اثنين ثلاثة، فبتقولوا لي ثلاثة مو هيك اتفقنا؟ عدد الكترونات النهائية إيش تعطيني الجروب؟ ثلاثة. طيب البيريود كم كاتمان عندي؟ اثنين. فبتقولوا لي ايكينجي بيريود، تمام؟ يعني هو ال او ال ال لا 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 ال او ال ب لا البيريود مش كنت حطيتكم اياه بالاول، البيريود هو السطر، هاد بنسميه بيرينجي بيريود، هاد ايكينجي بيريود، تمام؟ بيريود دوردنجي بيريود بيشينجي التنجي يدنجي، ما عندي غير سبعه، تمام؟ فمثلا انا عم بقول وين موجود البور، هذا درسته هلا، موجود بالايكينجي بيريود، فمعناتها بهذا السطر بكمل فعلا موجود هون. طيب بالنسبه للكربون تعالوا نشوف قاعدتنا ظابطه ولا لا، عنده ست الكترونات الكربون، تمام ست الكترونات، عم بحكي عن مين؟ عن الكربون. وزعناه هون، هي تشيكر ديك عندي اياها، وزعت اول طبقه اثنين، ثاني طبقه ضل اصلا اثنين اربعه، فبحط هون الكترونين بالطبقة الأخيرة، في عندي أربعة، جيت أحدد أين جروب موجود عندي، بقول مو في عندي أربعة معناتها دورت مو قلنا عدد الإلكترونات بالطبقة السطحية بتعطيني الجروب نمرس أربعة طيب بدي أحسب أنا كم بأين بيريوت بأين سطر كم كاتمان عندي؟ كاتماني معناتها بقول إكينجي بيريوت. كتير سهلة الطريقة وكتير حلوة. طيب شلون ممكن تجي الأسئلة؟ ممكن هنا يقولوا لك بطريقة عكسية، يا مثلا مضار أنا عندي الكوكورت، تمام يا مضار يجاوبني الكوكورت موجود بالإتنجي بيريوت كم كاتمان معناته عنده؟ هل ممكن جاء تشرحي؟ الكوكورت هذا العنصر موجود بالإتنجي بيريوت، تمام متى كم كاتمان عنده؟ شنجبريات هو ذاتا هون، هذا الكوكورت موجود بالشنجبريات، هذا السطر الاول، ثاني ثالث. انا قلت لك شلون تعرف البيريوت؟ اسم الكاتمان، كاتمان زي الصح. انا عم بقول لك كم كاتمان عندي؟ ايه عبا
عفوا انا بقول لك بأنا بيريود ثلاثة بقول لك بالتشنجي بيريود معناتها كم كاتمان في عندي؟ ثلاثة برافو ثلاثة. طيب إذا قلت لكم كم الكترون عندي بالسطح داير لك الكترون صيصش قد؟ ستة. ليش ستة؟ لأنه موجود بالألصقة صح؟ هذا الكوكورت موجود بالألصقة. طيب شو بدي أعرف كم داير لك الكترون عنده؟ داير لك الكترون هن الأنسون ضكي الكترون صيص أو أنسون ضكي كاتمان أو أنسون كاتمان ضكي الكترون صيص آخر كاتمان كم الكترون فيه؟ بتقولوا لي ستة. ليش؟ لأنه هو موجود بالستة آ ورقم الجروب هو بيدل لي على داير لك الكترون صيص. إذا حدا بس ما هي آخر فقرة قلتها بطريقة معكوسة عم بقول العنصر اللي هو الكوكورت موجود بأنا جروب من رسمة مبين عليكم موجود بستة آ صح؟ نغم؟ ايه. طيب من بما انه موجود ستة آ تديلي داير لك الكترون صيصش قد؟ الكترون داير لك الكترون صيص اللي درسناها آخر شيء قلنا هي الكترونات الموجودين بآخر طبقة أنسى بسرعة أقول أنا يلا قلي أنسى أنا روها يلا روها قولي ستة أنسى ليش ستة؟ لأني عم الجروب ستة آ برافو أنا عم بقول ستة آ ستة منين جبناها بالأصل؟ جبناها من عدد الإلكترونات الموجودين بآخر طبقة يلي هي اسمها داير لك إلكترون صيص صح؟ الالكترونات الموجودين بآخر طبقة ايش سميناها؟ مثل هون كم الكترون عندي؟ عندي واحد اثنين ثلاثة ايش بسميهم هدول؟ داير لك الكترون داير لك الكترون فمعناها إذا طلبوا بالامتحان منكم داير لك الكترون صيص تمام؟ بتقولوا هو الرقم الموجود فيه الجروب وين موجود؟ بالسبعة آ معناتها مثلا الفلور عندي هون كم داير لك الكترون صيص عنده؟ سبعة والكلور مثله سبعة البروم سبعة الايوت سبعة تمام؟ كل العناصر الموجودين بنفس الجروب داير لك الكترون صيص اللي عندهم نفسه جنسة. أنسى هلا معلش أسألك سؤال؟ إيه طبعا أنسى هلا بالفحص بجيبونا هالتابلو؟ لا أكيد ما رح هلا شو ممكن يرسموه هلا مثل ما رح نتعلم نقلب على الصفحة الثانية ونتعلم عليها شو ممكن يجي السؤال بيجيبوا لكم الرسمة شايفين هون ثلاث ألوان في غير هالثلاثة هلا رح ندرسهم ميتال يارو ميتال وأميتال رح ندرسهم على أساسها ممكن يجي ممكن يحددوا لكم بتوقع مثلا تجي الرسمة أكيد ما رح يذكروا كل هالمعلومات اللي موجودة فيها يعني يجيبوا كل الإلمنتلر لا اللي بدهم إياه يحددوا مثلا الأكسجين تمام بس هاد بيكتبوه بيكتبوا إنه فيه 8 إلكترونات وبيسألوكم عنه لكن مستحيل يسألوكم عن يعني تنذكر الرسمة بكل هالتفاصيل تفهموا اللي عم بشرحه بكفي من بعد اذنك استاذ اسامه ممكن تقلبنا على الصفحه اللي وراها هسه داير لك الكترون صيص هو انه العدد الالكترونات هو على الجروب حتى بين الجروب ايوه داير لك الكترون صيص هن كلمه قلت لكم داير لك الكترون هن الالكترونات الموجودين باخر طبقه فعددهم هو بيعطيني الجروب صيص او نمرس جروب نمرس يعني واحد آ اثنين آ ثلاثة آ هي بالنسبة للآ بس البي طريقة تانية قلت لكم ما مطلوبة منكم رح أعطيكم أمثلة تقوية وتستات تحلوا على هذا الشيء ما تاكلوهم رح أبلش بفقرة جديدة لأنه بتوقع فهمتوا أغلبكم هلا أي فقرة واللي عنده نقص فيها على الحل والتمرين وبيسألني بيمشي حاله عافيكم يدي مز بسين لار صولدو غموز أو solduğumuz hava üzerineye bastığımız toprak kullandığımız eşyalar elementlerden oluşmaktadır. عم بيقولوا انه اي شيء موجود حوالينا الاكل اللي بناكله الهواء اللي بنتنفسه التراب اللي عم ندوس عليه والاشياء اللي عم نستعملها كلها من ايش مؤلفه من elementler اللي عم بقول لكم عنهم من معادن من العناصر الاساسيه تمام اللي موجوده بالبيئه لانه ما اكتشفوا اصلا غير هدول الموجودين بهذا الشكل بالبيريوديك تابلو غيره ما في sahip oldukları özelliklere göre elementlerin kullanım alanları da farklıdır. Yani mümkün sıfat tكون متشابهة ونفسها لكن لهم كذا استخدام طبعا.
Bu elementler özelliklerine göre 3 farklı grup altında incelenebilir. Alûn هذول العناصر اللي شايفينهم بكل هذا البيريوديك تابلو مقسمين لثلاث اقسام اساسيه. ايش هنن؟ هنن الميتال، يار ميتال، اميتال. ايش الفرق بيناتهم؟ الميتال هنن المعادن، يار ميتال من كلمه يارو يعني نصف، يار ميتال يعني انصاف معادن، اميتال يعني معاكسه له، يعني لا معادن. معادن، انصاف معادن، لا معادن. قالوا لنا بهذا الجدول الدوري اللون الازرق هون بيمثل لي الميتال، تمام؟ الاخضر هو المنتصف يعني موجود بين الميتال وبين الاميتال، تمام؟ هذا قلنا الميتال باللون الازرق. المعادن الموجودين بالطبيعه كلهم منظمينهم وحاطينهم بهذا الشكل. هذا اللون الاحمر هن عباره عن الاميتال، اميتال يعني لا معادن. طبعا اذا بتلاحظوا بالرسمه عندي انا الاحمر في عندي اول عنصر هون هو الهيدروجين موجود باول شيء، تابع لمين اذا منتبهين؟ تابع للميتال. ميتال رغم انه موجود وين؟ موجود بين الميتال، لكن هو بصفاته وخواصه وبتسميته حتى بس بالمكان موجود بالواحد تمام كمكان، لكن هو عباره عن اميتال. والعناصر الموجوده هدول اقل شيء عددهم بنسميهم يارو ميتال، لون اخضر هن اليارو ميتال. هذا الرسمه او هذا الشيء الموزع قدامكم ما بيصير تنسوه ابدا، يارو ميتال. طيب ايش الفرق بين خواصهم؟ هلا رح ندرسهم. بس استاذ بعد اذنك اذا بتنزلنا الصفحه. شوفوا هلا ايش مكتوب هون، رح اعطيكم الاهم، اهم شيء واللي بيلزمكم لازم تدرسوه بهي الفقرة. عم بيقولوا لنا إذا بتلاحظوا بالرسمة اللي قبل أي لون كان موجود أكثر شيء؟ يعني أي شيء ميتال عددهم أكثر شيء، أكثر شيء موجودين تماما. لكن قالوا لنا رغم إنه عدد الميتال أكبر شيء لكن وجوده بالطبيعة ما له أكثر شيء. الأميتال رغم إنه قسم صغير أخذ من جدول الدوري لكن او من البيريوديك تابلو، لكن بالطبيعه موجود باكثر عدد او باكثر كميه ممكنه موجود. وين الفقره؟ هي هون عم بيقولوا لنا بيريوديك تابلو دان تشكارت لابيلاجيك باشكا بير سونوچ ميتال اولارك صنفلاندırılan elementlerin sayısının diğerine daha çok diğerine göre çok daha fazla olmasıdır. يعني الميتال اذا طلعنا عليه موجود اكثر شيء صح بالبيريوديك تابلو، ancak elementlerin doğada bulunma olanları ihtimal vücuda bilbiye tamam incelenecek olursa ametallerin doğada daha fazla olduğu görülüyor. Mülahez enno ametal mevcut bir şekil eş ekber miktir mil metal. Rغم enno tenavu'l ametal akal mil metal. معناتها المعادن عدده كتير كبير، المتال عدده كبير بالبيريوديك تابلو لكن تواجده بالبيئة أقل من الأميتال، تمام؟ هلا كمان رح نتعلم انه عم بيقولوا لنا هون بيريوديك تابلونون ان ساندا ايسي سوي غازلار. اخر عمود عندي هلا بعد شوي رح افرجيكم اياه كمان بنسميه سوي غاز، سوي غازلار او سوي غازلارين جروبو هو الاخر واحد 8 الغازات الخامله الكسوله رح نعرف ايش هيك سموها وايش صفاتها. Yani ametaller periyodik tabloda sayıca az olmakla beraber doğada daha fazla bulunmaktadır. Tamam, el ametal mevcut bir şekil kitir alil adado bil periyodik tablo lakin tevajub el bi'e kitir kibir. Taban hon am bifarjuna iktişaf el ma'aden ve la ma'aden yani am bifarjuna el tarih illi belleşu fi evvel şey fassalu bin ametal ve el metal الالمنتار بشكل عام. بعدين قالوا لنا لا كان في كمان في شيء اسمه يارو ميتال انصاف معادن موجودين بين التنتين صفاتهم تتراوح لا هو ميتال ولا اميتال. طبعا اكتشفوا بعدين لا في عندي شيء كمان اسمه سوي غازلار. طبعا عم بيقولوا لنا ميتال يارو ميتال اميتال سوي غازلارين günlük yaşamdaki kullanım alanları incelenecek olursa tarihsel süreçte metallerin önemli bir rol oynadığı görülür. عم يقولونا بالزمن الماضي كان في كتير دور قوي للمعادن. طبعا هلا نحن بيسموه تشاغلار العصور، في عندي العصر الحجري
نحن بنقول يي انت جاي من العصر الحجري، هي هي كلمه صح انه مثلا انه انت عقلك قديم، لا هي فعلا في عندي عصر كان اسمه العصر الحجري اللي اكتشفوا فيه مثلا الفحم الحجري، وبشكل عام هو اقسم زمن تمام. بعدين صار عندي العصر المعدني بنسميه، يعني العصر اللي اكتشفوا فيه المعادن كان كتير له اهميه كبيره، بتلاحظوا اغلب الادوات كانوا يستخدموها من معادن. بعدها دخلت التكنولوجيا، هو نحن هلا عصر التكنولوجيا تمام، هذا احدث عصر او اخر عصر وصلت له البشريه. عم بقولوا طوبلوملار بير تاكم جيليش ملار سايسيندا دوغال كايناكلاردان اتكين بير شكل دا يارالانمايا باشلامشلاردر، انه بلشوا يستخدموا دوغال كايناكلار اصلا المصادر البيئيه الموجوده الطبيعيه الموجوده بالبيئه، يعني المعادن الاساسيه الاخشاب الموجوده بالبيئه كل شيء كل شيء موجود بالبيئه صاروا يستعملوه بطريقه كثير فعاله. ارنين بكرن كشفي بانسانلار طرفندان كولانلماسي، مثل الوقت اللي اكتشفوا مثلا البكر النحاس وبلشوا يدخلوه بالصناعه يستعملوه لكثير ادوات تانية. ممكن اول شيء كانوا يستعملوا الخشب مثلا كصحون وكذا وادوات مطبخ، بعدها شافوا لا انا في عندي شيء ممكن يسخن بشكل اسرع اللي هو مثلا البكر المعادن، نعرف تسخن انه سرعه انتقال الحراره والانتشار فيها كثير اسرع من الخشب مثلا، فصاروا يستعملوها مثلا انه لحتى يستعملوها بادوات المطبخ وهيك حتى بكمعالق او ادوات كثير كبيره مو بس بالنسبه للاكل، فصاروا يستعملوها كثير بالصناعه. يون 18 ديفرينن سونا اري ماسيني في مادن ديفرسينين باشلانماسنا يول اتشمشتر، هون بقى بلش ايش العصر قلت لكم المادن ديفري يعني عصر المعدني، صار انه اكتشاف المعادن صاروا يكتشفوا معدن ورا معدن. بالنهايه وصلنا البيريوديك تابلو هذا الموجود عندنا تمام قدامنا. Bununla birlikte bakır birçok eşyanın ve aletin yapımında kullanılır. İstemelü bir eşya ve edevat tamam. Ba'd iktişafı. Günümüzde bakır elektrik iyi iletiği için elektrikli aletlerde de kullanılır. Yani şu an احنا هلا العصر عندنا متطور قدام العصور القديمه، لكن بفضل انه هن اكتشفوا النحاس من قبل ولاحظوا انه بينقل الكهرباء بطريقه وبنقليته للكهرباء كتير قوية تمام، فبتلاحظوا كل الأسلاك اللي موجودة عنا أسلاك الكهرباء بقلب الشرطان الكهرباء كله إيش موجود نحاس صح بكر يعني، فاستعملناه لحد الآن بالأدوات الكهربائية مستعمل هاي هذا المعدن. طبعا في عندي معادن تانية دامير، طبعا رح أبعت لكم أنا الرموز اللي مطلوبة منكم اللي ممكن تصادفوها بالأسئلة، يعني مثلا البكر رمزه بالبيريوديك تابلو جي أو، الدمير مثلا سي اي، الألمنيوم بس مثلا هطلبوا منه بس تحفظ أول 100 عنصر قصدي أول 20 عنصر تحفظوهم، واللي ما قدر يطالع أنا ببعت لكم ياهم. الألمنيوم آلي تمام، الألمنيوم آلي مثلا سبعتين وظيفة؟ ليه خلاص الدرس بنحكي في الوظيفة تمام؟ أسبيع دقيقة أو 50 ثانية تم ببعتكم إياها هلأ وظيفة هلأ ما في، إذا رح أنزلكم رح أنزل تيست، وموعد التيست إمتى بيكون؟ يوم الجمعة قبل الدرس تمام سيعطيك العافية تمام. فعم بيقول لنا بعض المعادن تانية مثل الدمير والألمنيوم الصيئي إلى التكلاريتشن bu metallerden mutfak eşyalarında ve soba klorifer hala bashrah lkom ish azdan fiya betayi gibi araçların yapımında kullanılır. Am bilahzu inno el demir el alüminyum hadol el maaden tunqul harara bishakl kteer qawi hek bi ish bisma'uha bi adawat el matbakh bishakl am, yani ana hadafi masalan am basakhn akle bidi tuskhn bi akthar sir'a mumkina lahek saret hadol el mawad el alüminyum aw el demir تمام او الكروم حتى تدخل بصناعه الادوات المطبخ بمعدات مثل الصوبه تبع التدفئه مثلا، بتلاحظوها كلها معادن ليش؟ لانه نقليتها للحراره كثير قوي، يعني الصيئي الى تير، يعني هلا رح ناخذهم من صفات الميتالير بعد شوي. هير ميتالين فاركلوز اللي باردر، طبعا كل معدن بيختلف عن الثاني له خواص خاصه فيه لكن متشابهات بشكل عام. Bu nedenle günlük yaşamda farklı kullanım alanlarına uygun metaller seçilmektedir. Bihtaruli, ba'aden muayyene
بصناعات معينة. فبتلاحظوا شرطان الكهرباء، البكر، أدوات المطبخ، الكروم مثلا، لاحظوا لأنه الألمنيوم حتى مضرة شوي، تنحل بالحموض، فالمواد الموجودة بقلب الألمنيوم ممكن هذا المعدن يأثر على صحة الإنسان إلى آخره. فكل معدن له مجال معين يستخدم.